خليها تاجي من الجمايل احسن. خلاص يا همام روح لها. ايوه كده. السلام عليكم. ايه في ايه؟ الحقني يا همام وجع غير كله وجع، هموت. روح لها تطلع. بعد الشر عليك، بعد الشر. مالك؟ سكاكين، سكاكين حامية، هموت. خليك جاري يا همام. يا ابو انا جارك اهو، انا جارك اهو. في ايه؟ يدك، اديني يدك. اتفضل. هموت يا همام. خلاص كده؟ لا لا، هات يدك. اوعى تنقلها، اوعى تشيلها. هات يدك. سألتي. خليك جاي بدل ما عدك تاني. مين؟ مين؟ أعلم يا أبوي، أعلم. جيت لحد الباب وخبطت عليه، فتحته يبقى علم. انت عليك الامر واحنا معلناش الا الطاعة. لنقدم دقيقة ولا نأخر دقيقة. جامع، 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 جامع. نعم سيدي. مين اللي فتح الباب؟ انا ما قالوش لا يا جامع. مين يا سيدي؟ ما ترضيش معاي وقطع الحديث ونادم على سلام يا جدلوك. سيدي سلام بايت من امبارح جار مقعدك. شيخ سلام، شيخ سلام، شيخ سلام. نعم يا شيخ العرب، زي ما يكون كان في حد عيندم عليك يا ابوي. ايوه يا ولدي، سمعت حسه وعارف حسه زين. قرب يا سلمى، قرب يا سلمى، قرب يا ولدي. وانت كمان يا جامع قرب. سمعك يا سيدي. دلوك يا جامع، انت معايا من يوم ما ربنا خلقك، وابوي اشترى ابوك، وانت اتولدت وسطينا، صح؟ صح يا سيدي. روح وانت معتوق يا جامع، معتوق لوجه الله. وليك، وليك بيت وقرريت انت وعيالك. اشهد يا شيخ سلام وبلغ همام. اني تحت رجلك سلطان يا سيدي. قلت لك اسكت. سلام، انت ولدي وحبيبي وبركة عمري، اخوك همام. خليك جاره زي قلبه، انصحه واسمع كلامه وما تفرقهوش، ما تفرقهوش ابدا. انتوا مالكمش الا بعض. حاضر يا ابوي. طيب حاضر، سامع، زي ما يكون العمر فض
والمش سهل جاي طلع مش عشان يديني فرصة. مرسال مين؟ مرسال ربنا يا ولدي. بص أنا يمكن أكون ضربت حد، شتمت كتير، أذيت ناس عايز الحرب والضرب بالمراكيب، لكن عمري ما ظلمت حد يا ولدي. والدنيا دي مش سهلة، كل يوم الصبح تفتح عينيك تلقاها رسالك خير، وانت بقى تفضل تطلع رجلك من دي تقع في دي لحد ما ربك يأذن. أخوك مرت ولدت؟ لسه جربت. كان نفسي أشوفه. المهم سلام، أنت اللي حتغسلني، أنت يدك طاهرة وقلبك نظيف، غسلني ولدي وأنا حي صاحي، وأنت هجامة اللي هتلبسني الكف أهو موجود تحتي محضر من زمان، وهمام هو اللي هيصلي علي. شيعوله قبل اي حد ما يعرف، وما تقولولوش اني مت الا لما يجي ويطل علي ويقعد شوي، وهو اللي يقول للناس. ما تبكيش يا جامع واقطع. هتبكي ليه يا جامع؟ ابوي مسافر ولازم يتسبح قبل ما يسافر. جهزني يا ولدي للسفر. وبعد الرحيل اخوك همام يعزمني. واي مره تنوح ولا تشق خلقاتها خيبها حريم ناقصه بنت كلب اهل سنة ابوك دي هو اللي مخوف، لكن عشمنا في ربنا كبير. يلا واتسبحني، حبش حد يستناني. يلا خلصوا مشواري قوام. سامحني يا رب، سامحني يا كريم، أنا عبدك يوسف. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عشر جنانيه. مبروك يا ابو الولد. 20 جنيه ليك ودعيالي.
مبروك يا ابو الولد، الف مبروك. ما شاء الله. عظم الله أجرك في الشيخ يوسف. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد همام، انت ابو همام وانا ابو درويش. يوسف خلف همام وهمام خلف درويش. مبسوط؟ جدك اهو يا درويش كان مستنيك يا ولدي، كان مستنيك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرطاسة هو كان يديهولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين جدنا المبعوث رحمة للعالمين. أما أمر الورث فمعلوم، وأما الوصية فلازم تكون في اللي يبقى ويدوم. راعي ربنا واحفظ العهد وطعم المحروم، واحفظ شقيقك سلام ولا تقبل الظلم. اعط القرايب واحذر أذاهم، املك ولا تتملك، استر ولا تفضح، راقب طريقك وانتبه، وان قدرت تعفي، ولو نويت على شيء كمله لآخره، والتدابير على الله، جامع معتوق لوجه الله. كتلة ذنوب يا ولدي، ونرجو رحمة الفنان. فرج على روحي كتير، وزورني كل فين وفين وما تقطعش، وامنع النايحة واللطمة المعددة، وعجل الدفنة جنب جدك، واعلم الكل بحري وجبلي وكل من لينا فيها لك. استغفر الله لك، استغفر الله العظيم، استغفر الله. معتوق يا عم جامع لوجه الله، وباختيارك تقعد في أرضك أنت وعيالك. خلي الأرض للعيال وخليني في خدمتكم للآخر. ما عارف شبه، هنا اتولدت، هنا كبرت وعجزت، أروح فين بعد سيدي؟ قاتلك يا عم جامع، أعصب العصايا يا جامع، وعلم هموار ان كبيرهم الاجل المحترم شيخ العرب يوسف بن همام قابل وجه كريم. Thank you.
عظم الله أجرك يا شيخ العرب. شكر الله سعيكم يا صالح بي. تفضل. عظم الله أجرك يا شيخ العرب. شكر الله سعيكم يا شيخ يونس يا هواري. لنا قاعدة طويلة قبل ما تروح. تفضل. تفضل.